يا جماعة شوفوا ايش نزل في بوتيكات فاينلي. طبعا كانوا واصليني من زمان وانتظر انهم ينزلون. طبعا هذول بالكثير بالكثير ساعة يصيرون سولد اوت او ساعتين. طبعا هذول انواع التنت بس الحجم الميني واسعارهم مرة حلوة. طبعا كل انواع التنت حاطينها هنا، هذا اللي انا اموت عليه وهذا بعد مرة احبه، يعني كلهم صدق مرة حلوين، فلحقوا عليهم ونزلوا كمان هذا. طبعا بلاشر برونزر كل شيء، بس عرفتوا هذه الأحجام الحلوة اللي تحطونهم في الشناط. المهم شوفوا حاطين لكم اياهم كلهم. طبعا انا احب هذه، ففاينلي نزل الحين اقدر افكها واخذ الدرجة. هذه الأحجام اللي انا صدق احب احطها في شنطتي، ما ياخذون مساحة ابدا الصغار. شلونكم؟ شو تكونون طيبين؟ توني حطيت تنت من بنفت منزلين بوكس ينن في 4 درجات. انا توني مستخدمه درجه بس غير عني استخدمها، انا تعرفوني متعوده على هاي واموت عليه، وعندي منه 3 4 قطع تشوفوا، وبعد غير اللي في شنطتي وغير اللي في شنطه الميك اب مالت السفر. فالحين في بوكس منزلينه في 4 درجات، كل الدرجات اللي موجودة من التنت، في اللي شوي بيتشي، في شوي بينك فاتح حق اللي ما يحبون الغوامج، هاي لونه خطير، والثالث داك معروف يعني شوفوا لونه ينم. حطيته على شفايفي وحطيته على خدي بس مو بأكثر، صدق حلو. طبعا هاي الست كله مسوين سايز ميني. هاي الأصلي اللي الكل يعرفه، وبعدين هاي اللي اليوم أنا جربتها ينن ينن ينن. أنا أحب هاي الألوان اللي شوي على حمار، هاي بينك فاتح اللي ما يحبونه يكون يعني وايد غامض حلوي، أو ما يحبونه إنه يكون وايد صريح، يحبون شيء الهادئ البينك الفاتح، هذين شوي محمرين. وهاي درجته على الأورنج حق اللي مسوين تان. هاي البلاش في لمعة، هاي تقدرون تستخدمونه حق البشرة الفاتحة كبرونزر خفيف، أو تستخدمونه ككومباكت باودر. هاي بعد درجة الأورنج، في بعد شوية لمعة، هاي درجة أوريدي عندي إياها موت عليها. هاي درجة بعد حلوة بينك بينك، بعد في شوية شمر، هاي البرونزر بعد اللي معاهم. اوكي من غير فلتر عشان تشوفون التنت شلون ينن، ونفسه ماركة بنفت مسوين بوكس يعني في كل درجات البرونزر والبلاش مالينهم، مسوينهم على سايز ميني. شوفوا ينن وسعره بعد خيالي، مسوين يعني اقوى بوكسين مسوينهم بنفت هالاثنين، يعني البوكس هاي كله بكل الدرجات اقل حتى من سعر التنت هاي بروحه، وهم اتس ترافل سايز يعني تشيلونه معكم في الشنطه بتسافرون.